طيب نأتي لنظرية رقم 8 والتي تتكلم عن التالي. يقول لك افترضاً عندي سيكونس ولتكن اسمها XN، هي سيكونس لأني ريال نمبر such that إنه السيكونس هذه XN أكبر من أو تساوي 0. ما معنى أكبر مساوي 0؟ طيب خلينا نكمل. For all N، لكل N ينتمي للناتشرال نمبرز مجموعة الأعداد الطبيعية، إذا كانت السيكونس هذه الليمت حقها XN يساوي X، إذن النتيجة الريزلت إنه الليمت الجذر التربيعي للسيكونس هذه لداخل الجذر XN يساوي الجذر التربيعي لX. طيب المطلوب إثبات إنه الكلام ده صحيح، إذا كان هذا الكلام صحيح يؤدي إلى أن الكلام ده صحيح الجذر. طيب في ملاحظات لازم نعرفها. أول شيء الجذر التربيعي، أوكي الجذر التربيعي أخذناه إحنا في الرياضات دائما يكون إيش، ما داخل الجذر التربيعي قيمة موجبة أكبر من أو يساوي صفر. فمعنى كلام هذا إنه هذا اللي هنا معنى الكلام أكبر من يساوي صفر، معناته هذا الجذر زوجي، مو جذر التربيعي، جذر زوجي، يعني الجذر الثاني، الجذر التربيعي، الجذر الرابع، الجذر السادس and so on. أوكي هذا معنى الكلام هذا. طيب لو كان الجذر في المقام إيش نسوي؟ نشيل أصفار المقام. إذا كان مثلا لما نجي أثبت كان عندي حاجة كده جذر في المقام، فصفر المقام مش اللي حط اللي خلي المقام صفر، فحط صفر وأشيله. أوكي راح أستفيد من الكلام هذا لإثبات النظرية هذه، لإثبات النظرية هذه. أيضا في نقطة أخرى اللي هي راح أستفيد منها في إثبات النظرية، سجل الملاحظة هذه نوت، أنا أحب دائما قبل كل إثبات مثلا لو أحتاج لحاجة أفكها أثبتها. إحنا نعرف إن الفرق بين مربعين a square minus b square equal، خدناها في الرياضيات، a minus b ضرب a plus b، صحيح؟ أوكي فأنا راح أستفيد من هذه الملاحظة أيضا لإثبات النظرية هذه. طيب نبدأ نحل النظرية هذه هنا. طيب proof theorem رقم 8، أول شيء نفترض نقول let، نبدأ الحل كالتالي. افترض إنه أنا عندي limit، نفس الكلام ذا اللي هنا، يعني ما بخترع شيء جديد، limit لما ال x أو sorry لما ال n تؤول إلى ما لا نهاية لsequence هذه xn تساوي x. إذن أنا أبدأ نحل لكل، يعني هذا كلام لكل n ينتمي، أو مو لكل n سوري، لكل نقول لكل epsilon أكبر من الزيرو يوجد k. أوكي هذا ال k ينتمي للناتشرال نمبرز such that، هذا رمز such that، أوكي such that تحقق التالي. نقص نطبق إيش تعريف الإبسلون اللي هو يكون عندي، نودي هذا هناك يسار، يكون عندي القيمة المطلقة absolute value لx n minus minus x أقل من الإبسلون. أوكي واضح، ونحط فاصلة لكل n أكبر من يساوي k. هذا التعريف كررناه كثير في هذا الدرس. طيب الآن أنا ممكن أغير قيمة الإبسلون هذه، راح أقول لكم كيف راح أستفيد من قيمة الإبسلون عن طريق الجذر التربيعي، راح أكمل لكم. أول شيء تعالوا نبدأ هنا، أوكي هذا كلام كله ما سويت شيء، هذا كله من إيش، من النظرية. طيب الآن هنا من راح أستفيد من هذا، من هذا كالتالي، أنا ممكن أكتب هذا الـ xn والـ x بالطريقة التالية، هيا ركزوا معايا، رح أقول إنه القيمة المطلقة لي لو كتبت الـ x الـ x بالطريقة التالية، قلت جذر الـ xn أوكي الكل تربيع ناقص، وهذا لو كتبته كالتالي جذر x الكل تربيع، هل في مشكلة؟ لا ليه؟ لأن نعرف إنه من خصائص الجذر والتربيع هما على هما عكس بعض، فأنا ممكن أطير ده مع ده وده مع ده يرجع هذا، أوكي؟ فهذا فقط التوضيح، خلينا نمسح. حلو؟ فأنا سويت كتبت هذه اللي فوق
بالجذر التربيعي، وهو يساوي ايش؟ وهو يساوي ها هذا، مو A تربيع ناقص B تربيع يساوي A ناقص B فيزاد B، على اعتبار انه هذا A تربيع وهذا ناقصا B تربيع. يلا، فهو هذا الكلام يساوي القيمة المطلقة، القيمة المطلقة لي A ناقص B عن الجذر X N A ناقص، هذا يقول ناقص جذر X، هذا A، هذا كله A ناقص B ضرب جذر XN A زائدا جذر X، هذا A زائدا B باستخدام إيش؟ هذا اللي باللون الأصفر المفكوك. طيب هذا كلام إيش يساوي؟ هيركزوا معايا، مو هذا الآن هنا لما التربيع يطير الجذر ده يروح مع ده وده يروح مع ده، صح؟ فتعالوا نكمل هنا تحت، فنقول إذن القيمة المطلقة لي إكس إن ناقص إكس، هذا كلام إيش يساوي؟ يساوي الآن ركزوا معايا، لو أنا قسمت، لو قسمت الآن يعني أنا ممكن هنا أوكي أقول خلاص هذا خلينا إيش، وهذا كلام إيش يساوي اللي هو نكتب هذا الكلام، خلينا ننزله زي ما هو، هذا كلام يساوي ذا الكلام، صح؟ هذا الكلام الآن لما نطير الجذر هذا هو نفسه هذا، صح ولا مو صح؟ فأكتبه فأقول أوزع، إحنا عندنا خصائص لا 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 لا، لو كان عندي A A ضرب B الكل كذا داخل القيمة، هو عبارة عن إيش؟ القيمة المطلقة A ضرب القيمة المطلقة B، عادي نطلع على سلوت فاليو منه. فأنا الآن راح استخدم الكلام ده هنا هو نفسه هنا، واضح؟ فراح أفكه بالطريقة التالية، فراح أقول أوكي هذا الكلام يساوي يساوي أوكي القيمة المطلقة لهذا اللي هو اعتبر A اللي هو جذر XN ناقص جذر X ضرب القيمة المطلقة للثاني اللي هو جذر XN زائدا جذر X، واضح السويت؟ واضح؟ فكيتهم من نفس العلاقة التي كتبتها. طيب الآن ركزوا معايا، أبغى أقسم إذا قسمت بالقسمة، نقول هنا بالقسمة على الجذر التربيعي لي XN زائدا جذر التربيعي لي X، قسم أوكي. فلما أقسم هيا شوفوا يصير معايا، أنا أقسم العلمية المساواة أوكي، فأقسم العلمية المساواة، يعني أقسم هنا، لما أقسم هنا على لما نقسم على الجذر التربيعي لي اكس ان زائدا اكس القيمة مطلقة طبعا، ايش حيصير؟ حيروح ذا مع ذا، صحيح؟ فنكتب خطوة ثانية هنا، حيصير عندي اذن حيصير عندي التالي، إذن الإكس أقدر أقول إنه إذن أنا لما أقسم، يعني لما أقسم حيصير عندي إذن جذر إكس إن، خلاص أنا إيش الآن أنا بأخذ هذه، إذا راح أقول إنه جذر التربيعي لإكس إن ناقص جذر إكس، واضح ايش بسوي يا جماعة الخير؟ الآن هنا أنا في الخطوة هذه اللي فوق هنا، هذه الخطوة اللي هنا أوكي؟ أنا قسمت على الجذر التربيعي لإكس إن زائد جذر إكس، حلو؟ واضح؟ واضح الخطوة هذه هنا، الخطوة اللي قبلها قسمت على الجذر التربيعي هذا، قسمت على ذا، تمام؟ فصار عندي، صار عندي الآن هيك كذا، إذا أقول خلاص أنا أرجع ذا مرة راح اخذ ايش الان، انا بايش ابغى هذه، يعني الان هنا الخطوه اللي بعدها ركزوا معي، الان كاني باخذ هذه، الان هذه ايش هذه يا مصعب؟ هنا
كان الآن باجي في الطرف اليمين أقول هذا أودي على هناك وحط القيمة مطلقة له، أوكي؟ فهذا إيش يساوي لما قسمت أنا؟ فيبقى عندي، هيركزوا معايا، حيبقى عندي xn ناقص x، حلو؟ حيبقى عندي القيمة المطلقة ل xn ناقص x على الجذر التربيعي لي xn زائدا جذر x. ايش سويت يا مصعب؟ انت الان هنا لما قسمت الطرفين، هيركزوا معايا، لما قسمت الطرفين، قسمت الطرفين حتى انا قسمت على الجذر التربيعي ل xn زائدا جذر x، بقي عندي ده، ها هذا هو ده وهذا اللي باللون الاخضر ده اللي بيجي عندي هنا هو ده. واضح يا جماعه الخير؟ بقسمه الطرفين، اعيد، بقسمه الطرفين على الجذر التربيعي للقيمه المطلقه للجذر التربيعي الاكس ان زائد القيمه او الجذر زائد الجذر اكس هذا، فصار عندي هذا المقدار. واضح هذا المقدار؟ الخطوه هذه واضحه حد هنا؟ طيب خطوه اللي بعدها، هيركزوا معايا الان، هذا ايش يساوي ذا؟ فراح اقول القيمه المطلقه للجذر التربيعي لاكس ان ناقص جذر اكس يساوي، اوكي، الجذر في البص بقي عندي اكس ان ناقص اكس قيمه مطلقه على الجذر القيمه المطلقه للجذر التربيعي لاكس ان زائدا جذر اكس ابسولوت فاليو. وهذا ايش يساوي؟ اوكي، هذا يساوي، ركزوا معايا، هذا اقل من، اقدر اقول هو هذا اقل من، اقل من اكس ان ابسولوت فاليو ناقص اكس على جذر اكس. يعني ايش سويت انا مصعب الخطوه هذه الان؟ هنا هذا يكون الان، انا دائما في الابسلون اقول اقل من اقل من، صح؟ يكون عندي مثلا 2 يعني 2 تيرمز، فهذا اقل من هذا، هذا اقل من او يساوي. الان تو انا شارح هنا فوق، لو كان عندي، ركزوا معايا، اذا كان عندي الجذر، بمعنى اخر اذا كان عندي جذر في المقام، فصفر صفر الجذر ايش؟ صفر. ايش رجع المقام بصفر صفر؟ فانا بشيل، ابى اتخلص من هذا، ركزوا معايا، ابى اتخلص، وين رحنا؟ طبعا هنا حيكون، نعم كذا، انا بتخلص، هيركزوا معايا، انا ابغى اتخلص من ايش؟ ابغى اتخلص من ذا. لو حطيت صفر في مشكله هنا؟ لا، لانه هذا حيختفي. احنا عندنا قاعده، كلما صغر المقام كبر ايش؟ الكسر. فانت لما اقول لك مثلا ايه على 3 زائد 5 وايه على 3، مين اكبر؟ الان ايه على 8، بمعنى اخر انت الان هنا في الكسر الاول انت كبرت المقام، معناته ايش؟ صغرت ايش؟ كلما صغر المقام كبر العدد، وكلما كبر المقام صغر العدد. هنا هذا المقام 8، هذا المقام 3، مين اللي مقامه اصغر؟ ذا. اذا هذا اكبر. فانا ايش سويت هنا؟ فانا احط صفر في الجذر التربيعي لاكس ان، فالان ايش؟ انا ايش هنا؟ ركزوا معايا، صغرت المقام، يعني ايش؟ فايش حيصير؟ فيصير عندي زي كذا، بقي عندي هنا اكس ان ناقص اكس كقيمه مطلقه على جذر اكس. مين اللي مقام، او مين اللي مقامه اصغر؟ قارن الان، الان هنا هذا المقام حد واحد، هذا المقام حدين، كلما صغر المقام كبر الكسر، معناته هذا اكبر. انا امشي على ايش؟ السيكونس حق الابسلون، وهذا اقول له هذا اقل من الابسلون، لكل ابسلون اكبر منه يساوي لكل ان اكبر منه يساوي كي. اوكي، طيب الان هنا انا ما باغى ابسلون. الان انا ايش رايكم، تعالوا كده على هامش، لو قلت انا عندي القيمه المطلقه الاكس ان ناقص اكس هذا ده على جذر اكس اقل من ابسلون، اوكي، اقل من ابسلون.
لو ضربت طرفين في وسطين اوكي يعني اي عدد ما له مقام هنا مقام واحد طرفين فصل ضرب دا في دا ودا في دا حيبقى عندي ايش القيمة المطلقة هذه يؤدي الى انه نحط لون احمر هذا يؤدي الى ان القيمة المطلقة الـ xn ناقص x اقل من جذر x ضرب epsilon فالان هذا كده حيكون صحيح انا بتخلص من صفر المقام هذا او بتخلص من الجذر في المقام فطرف الطرفين في وسطين اوكي اذا الابسلون اللي احتاجها او الـ 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 الشرط اللي احتاجه هذا هو هذا هامش فراح اطلع فوق هيركزوا معايا اطلع فوق هنا في السطر الثاني هنا اضرب هنا الابسلون في جذر اكس هذا هو الشرط اللي حقق لي الكلام صحيح انه ايش ليميت ال اكس ان يساوي اكس هو يساوي ليميت الجذر التربيعي لاكس ان يساوي الجذر التربيعي لاكس اوكي بس هذا هو الشرط هذا هو الشرط انه ايش انه الابسلون تنضرب في جذر التربيعي لاكس عشان الكلام ده يكون صح عشان يكون الاكس ان ناقص اكس كقيمه مطلقه اقل من ايش ابسلون في جذر اكس واضح هذا هو بس يعني معنى اخر انت لو تيجي هنا اوكي هنا انت لو هنا هذا هنا شوفوا هنا هنا في النقطة هذه لو انا ضربت في جذر اكس وضرب ابسلون طبعا وقسمت على جذر اكس مو جذر اكس مع جذر اكس فيرجع زي ما هو واضح فهذا هو فقرة ايش التوضيح طيب يعني ايش يا مصعب مختصر الكلام اجي هنا اول حاجة استخدم ايش فرق مربعين اوكي ثم اقوم بقسمة جميع الحدود على الجذر التربيعي لي اكس ان زائد جذر التربيعي لاكس داخل قيمة مطلقة اوصل لذا بعدين استخدم ايش اكمل نفس طريقة الابسلون يكون عندي حاجة اقل من او تساوي حاجة واقل من ابسلون اوكي طيب باقي انا عندي جذر اكس هذا ولانه هو اساسا يقول لك ايش في السؤال يبغى ايش الارقام اللي اكبر من صفر على ايش ما يعني صفر المقام اذا موجود اشيله فايش اسوي فقلت هنا اذا انا هنا في خطوة هذه هنا اذا حطيت الجذر التربيعي لاكس ان بصفر فراح صار عندي اوجدت كسر جديد هذا هو ما علاقة الكسر الجديد بدا حيمشي بنفس السيكونس انه هذا اقل من ذا واقل من الابسلون واضح اخر شيء انا ممكن لو ابغى اشيل لو ابغى اغير الابسلون هذه اللي هنا في السؤال اوكي فايش اسوي اتخلص من الجذر التربيعي اللي في المقام هذا اضرب طرف في وسطين فالتوضيح هذا هنا فارجع للسؤال فوق انه الجذر التربيعي او قيمه مطلقه اكس ناقص اكس اقل من ابسلون في جذر اكس هو يعطيني ايش الكلام ده انه هو صحيح اذا هذا اثبات النظريه هنا اثبات النظريه لين هنا وهذا توضيح انت لو تكتبوه وشويه الموضوع يعني فيه له تعقيد شويه لكن ركزوا يعني ما اتوقع الدكاتره يعقدوا المساله اذا كانوا عارفين الماده شويه معقده اوكي فكنا توقف الفيديو هنا وتاخذ الملاحظات وتكتب الكلام ده بالخطوات هذه تمشي اخر شيء هذا فقط توضيح هذا اللي هنا طيب نجي الان للسؤال اللي بعده قال لي determine whether the following sequence converge or diverge هذه اسئله تجي دائم يعني بسيطه طيب اول حاجه كيف نحلها بسيط الموضوع ما هو صعب نجي هنا اي شوفوا اربعه نمسح هذا الكلام نجي نقول اربعه على الجذر التربيعي الان اجيب الليمت له خلينا نحلها نقول اي فاقول ليمت اوكي انا ممكن هيركز شوفوا ايش سووا انا ممكن اكتب الكلام ده بالشكل التالي اقدر اقول ليميت لما الان طبعا جوز تو انفينيتي الاربعه اكتبها زي كده اربعه مضروبه في واحد على جذر ان صح طيب ايضا ممكن اوزع مو الجذر التربيعي لواحد ويساوي واحد فانا ممكن اكتب المقدار هذا كالتالي ويساوي اربعه ضرب الجذر اخليه على الكل الواحد والان صح ولا مو صح لأن جذر الواحد بواحد طيب بعدين أجي الآن أقول لك إذا ليميت هيركزوا معايا ليميت لما الـ n goes to infinity
لي، هيركزوا معايا، لي 4 ضرب ليميت لما ال n goes to infinity للجذر التربيعي 1 على n. ايش يساوي الكلام ده؟ ويساوي ليميت الأربعة بأربعة ضرب، لما نعوض بالما لا نهاية هنا عائد على ما نعطينا صفر، عائد على ما نعطينا صفر، جذر الصفر بصفر، أربعة ضرب صفر، والجواب يساوي ايش؟ صفر. واضح ان شاء الله؟ شوفوا الحل بالتفصيل لو تبغوا ايش؟ شوفوا الحل نفسه نفسه. طيب الفقرة اللي بعدها قال لي جيب لي ليميت الكلام ده، هذا اخذناه برضو في السابق يعني ما هو شيء جديد. خلينا نحله مكرر يعني. نجي نقول اوكي نقسم، اوكي يعني شيء بسيط هنا، نقسم على ان اس 3 في البص والمقام على كل الحدود، فصير عندي ليميت لما الان جوز تو انفينيتي هذا البسط او هذا الكسر الاصلي حيكون عندي. اول شيء ايش معنى اخر؟ اول شيء نحيله جوا الجذر بعدين نطبق الجذر كامل. فنقسم على ايش؟ اكبر اس عندنا في المقام ان اس 3، قسم كل حدود على ان اس 3، صار عندي 4 ان اس 3 على ان اس 3 زائدا ان تربيع على ان اس 3 ناقص 1 على ان اس 3 في المقام برضو 9 ان اس 3 على ان اس 3 ناقص 2 ان على ان اس 3 زائدا 5 على ان اس 3. طبعا عندي اختصارات قبل ما اعوض بالما لا نهايه، هذا يروح مع ذا، ذا يروح مع ذا. هنا اذا كان المقام اكبر من البسط، او خلينا حتروح حبتين من هنا حبتين، حصل عندك هنا 1 على ان، اوكي هنا حتروح حبه ما حبس عندك 2 على ان تربيع. الان عوض ويساوي ليميت لما ال n goes to infinity 4 على ما لا نهايه، او سوري هذا انت انسلات تروح 4، بقى عندك هنا 4، هنا عوض بالما لا نهايه عائد على ما يعطينا صفر، هنا 1 على ما لا نهايه يعطينا ايش؟ صفر. اوكي عندك في المقام 9، بقي 9 هنا تعوض ب هنا طبعا صار عندك ان تربيع 2 على ما نهايه يعطيني صفر ناقصا صفر، وعدد على ما نهايه يعطيني ايش؟ صفر. حيبقى عندي 4 على 9. الان اجيب الجذر له، اخذ جذر كامل ويساوي هنا، الان انا جبت له جوا الجذر، فاجي اقول الان ليميت الجذر، قيمه الجذر هذه، فتقول وهذا كلام يساوي ليميت لما الان جوز تو انفينيتي للجذر، لانه في جذر كان عندي جذر 4 على 9، وزع الجذر على البسط والمقام، جذر 4 على جذر 9، جذر 4 كم فيها 2؟ 9 3، هذا هو الجواب. طبعا كونفرت لانها ايش؟ لها قيمه. واضح ان شاء الله؟ طيب اوقف هنا ان شاء الله، اكمل الفيديو القادم البروف حق اكزامبل 7 و 8، نحل ان شاء الله المساله هذه ونخش في 9 و 10. انا ما احب اطول فيديوهات كثير، يعني كل فيديو لو 10 دقائق ربع ساعه مو مشكله، نمشي حبه حبه. وقفنا في example 6 و theorem 8.